بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت لو حد فاكر كنا عاملين اخر حاجة الراوتر لينك ما بين اللوجن اهي، تمام، وعملنا ساين اب يجيب ايه الساين اب، ما فيش مشكلة. نبدأ بقى نهندل الدنيا بتاعتنا اللي هي ازاي. انا عندي هنا لما اعمل لوجن يوزر نيم وباسورد، ساين اب اكني بعمل كريت لاكونت. لو حد حابب يسأل السؤال ده عشان برضه كل حاجه تكون تمام، احنا عندنا هنا في الموديل في الايه، في اليوزر، اليوزر ما فيهوش غير ايه، الايميل والباسورد والاكتيف. اذا انا ما عنديش غير الايميل والايه والباسورد، اذا عشان اكريت اكونت انا ما عنديش غير ايه، الايميل والباسورد، عشان لو حد سأل يقول ايه ما ندخل الادرس والكلام ده كله. لو انت عاوز تضيف ضيف هنا اتريبيوت وحطها هنا، لكن احنا عندنا بس ايه، ايميل وباسورد ولا اكتر ولا اقل. حلو حلو. عاوزين بقى الحاجه اللي عليها الدور ان احنا لازم نشتغل عليها، وهي ان احنا هنروح على اللوجن نبني الفورمه بتاعتنا، تمام، زي ما بنيناها قبل كده في البرشيز لو حد فاكر. هفكركم سريعا، لا مش هنا، في التشيك اوت قصدي، اهي لو حد فاكر حطينا التشيك اوت برنت جروب، تمام، ونزلنا تحت عملنا البرنت جروب بتاعي وقسمت لجروبات زي ما اتكلمنا. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل الممل لو حد فاكر، تمام. فنفس الموال هنعمله ايه هنا. انا هقفل الاتش تي ام ال خالص دلوقتي، تمام، اختصارا للوقت. انا هاخد الاكواد كوبي بيست من هنا، الموضوع ما فيهوش ايه صعوبه عشان ما حدش يقول لي اكتب بايديك. انا مش هكتب حاجه، انا بكرر نفس اللي عملناه قبل كده، فانا يعني وقت الفيديو يكون طويل على ايه ملوش لازمه، تمام. فانا هروح وهشرح لكم كل حاجه دلوقتي، يعني انا هاخد الكود واشرح لكم. انا هفتح اللوجن اهو، تمام، تايب سكريبت. اول حاجه هاخد الفورم جروب اوبجكت من الفورم جروب عشان ابدا ابني الفورمه بتاعتي، ادي اول حاجه صعبه، ما فيش اي حاجه، تمام. بعد كده هنزل تحت هقول له ايه، هعمل هنا فانكشن اسمها ايه، ماي فورم لوجن، مجرد اسم فانكشن، هبدا ابني فيها الفورمه بتاعتي، تمام. تمام، اول حاجه ببني الفورمه هقول له زيست دوت شيك اوت برنت جروب، هستخدمه عشان ابني الجروبز اهي، تمام. كنترول سي هروح هناك اهو، فمشكله قلت له زيست دوت شيك اوت برنت جروب اللي هو ايه ده، هستخدمها عشان ابني الجروب بتاعي، تمام. المفروض ده اوبجكت كنا عاملينه انجكت في الكونستراكتور اهو، اللي هو الفورم بيلدر اللي هو ده التشايلد، الجروبات الصغيره لو حد فاكر. حلو، هعمله هنا ايه في الايه في الكونستراكتور، هعمله انجكت. اذا استخدمتها اهو عشان اقدر اعمل ايه، ابني جروب. استخدمت البيرنت عشان ابدا ايه، ابني الجروب بتاعتي. انا اصلا ما عنديش غير جروب واحد عشان تكون فاهم، يعني انا عندي هنا في الاتش تي ام ال ما عنديش غير جروب واحد اللي هو الانبوت لوجن اللي هو اليوزر نيم والباسورد او الايميل والباسورد. حلو، فهنا اهو، تمام، استخدمتها اهو، هبدا ابني ايه الفورم بتاعتي. هقول له عندي الفورم بتاعتي اسمها ايه، اسمها مثلا ايه يوزر اهو، زي هناك بالظبط اهو يوزر. هقول له زيس دوت فورم جروب دوت جروب عشان ابني جروب برضه اهو، تمام. حلو، وبعدين هبدا ابني ايه الانبوتس بتاعتي اهو، هنا في قوس، تمام، ما فيش مشكله. هبدا ابني هنا ايه الانبوت بتاعتي، فهقول له عندي ايميل، تمام اهو، اوف وقوسين، واحط له عندي برضو ايه باسورد، تمام، اوف القوسين برضو. طبعا هنا حط سنجل كوتيشن كده، احنا بدينا الجروب بتاعنا، احنا عندنا بس جروب صغير ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي مشكله. ده اهو وده اهو، طبعا عندنا ده اهو القوس ده في الاخر، في ايه قوس في الاخر ما تنساهوش، في هنا قوس اهو، حلو، اللي هو قفلت الجروب ده، تمام. لغايه دلوقتي ما عملناش اي حاجه، عملنا اوبجكت من الفورم جروب عشان ده البيرنت اللي حابني بيه، وعملت عملت انجكت لاوبجكت
من فورم بيلدر في الكونستراكتور تمام، استخدمته عشان ابني الجروب بتاعتي تمام، وقلت له عندي جروب اسمه يوزر تمام، بنيت الفورم بتاعتي قلت له الايميل والباسورد بتاعي، مفيش اي ايه مفيش اي مشكله تمام. اذا لو انت ما انتش فاهم ارجع للتشيك اوت، بص عليها، ارجع للفيديوهات، افتكر اللي احنا قلناه وارجع ليه تاني. انا مش عاوز اكرر كتير عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل. جميل، بنيت الفورم بتاعتي، فاضل ايه؟ فاضل ان انا اروح اهندلها هنا، اروح اهندلها ايه هنا، دي الفورم بتاعتي. نبدا واحده واحده. الفورم بتاعتي المفروض احط فيها ايه؟ لو حد فاكر، لو رحنا في التشيك اوت في الاتش تي ام ال اهو، هلاقي ان في الفورم فوق كنا بنحط حاجه اسمها فورم جروب عشان احط فيها الاوبجكت بتاع البيرنت اهو. فانا هروح في الاتش تي ام ال في اللوجن في الفورم، هقول له ايه؟ هقول له فورم جروب، حط فيه ايه؟ حط فيه البيرنت اللي هو الايه؟ التشيك اوت بيرنت جروب اللي هو انه اللي هو ده تمام؟ تمام. هنزل تحت عندي بقى ايه؟ فاضل احط الايه؟ اليوزر، اليوزر ده كانت ايه؟ ده الجروب الصغير بتاعي، قلنا ده البيرنت وجواه جروب، وقلنا قبل كده في التشيك اوت لو حد فاكر اهو، هرجع في التشيك اوت اهو هقول لك ادي ده البيرنت بتاعنا، ده جروب وده جروب وده جروب وده جروب، اذا اكتر من جروب جوه البيرنت، لكن احنا عندنا هنا جروب واحد بس بتاع الايميل والباسورد، هو جروب بتاع اليوزر تمام. فانا هروح هنا اهو لو حد فاكر برضه في التشيك اوت، بعد ما خلصت الفورم جروب تمام، رحت في الديف اللي هو بيشيل الجروب بتاعي، لو عملنا اهو ده اول ديف اللي بيشيل الجروب بتاعي تمام، عملت فيه فورم ايه؟ فورم جروب نيم، واديت له اسم الجروب. فانا هروح هنا اهو، طبعا هنا بص دول التاتا بتوعي، ده الانبوت بتاع اليوزر نيم، ده الانبوت بتاع الباسورد، ده الايه؟ ده اللوجن. فانا هعمل ديف هنا اهو حلو، وهنزل تحت اهو هقول له ايه؟ ديف تمام، وده اهو هعمل تاب شويه هنا كده تمام، مفيش مشكله. هقول له هنا والله الفورم جروب نيم بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها يوزر، اللي هي ايه؟ اللي هي دي تمام. خلصت كده البيرنت وخلصت الجروب، فضل اخش على ايه؟ على الانبوتس تمام. هناك بعد ما خلصنا اهو الداتا، بنخش على الانبوت ذات نفسه. لو دخلنا على الانبوت هنا زي ايه؟ الانبوت بقول له فورم كنترول نيم، وادي له الايه؟ اسم الايه؟ الفورم بتاعت، قصدي اسم الانبوت بتاعي. فانا هروح هنا اهو في اللوجن، هنزل اهو هفتح اول واحده اهو، هلاقي فيه الايه؟ اليوزر نيم. فانا هقول له فورم كنترول نيم ايكوال، ايكوال ايه بقى؟ ايكوال الايميل اهو تمام. ده اول واحد خلصته اه، خلصته اهو تمام. هنزل على تاني واحد اللي هو اخر واحد اللي هو الايه؟ اللي هو الباسورد تمام. خلينا بس ايه نرجع تاني ناخد ايه ده على طول كوبي اهي تمام اهو ايكوال ايه بقى؟ الباسورد تمام. تمام كده احنا هندلنا الدنيا، حطينا اول حاجه البرنت جروب بتاعنا، حطينا بعد كده الايه؟ الجروب بتاعنا اللي هو اليوزر، وبعدين حطينا الايه؟ الانبوت زي ما شرحنا قبل كده في الايه؟ في التشيك اوت. اللي تشيك اوت هقول له شكرا كل سنه وانت طيب يا تشيك اوت، مش عاوزك تاني، انا خدت اللي انا عاوزه. خلصناها كده، احنا خلصنا الانبوت بتاعتنا وخلصنا اللوجن. عشان برضو كل حاجه تكون تمام، خلينا نفتح ديت، خلي بس البليس هولدر هنا ايميل مش باسورد تمام. كنترول اس، نيجي هناك كده نشوف هل في اخطاء، دي الساين اب، اللوجن اهي اهو، اللوجن ايميل وباسورد وكل حاجه تمام كده. انا ايه؟ تمام، مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. جميل بالمره تمام. بالمره هروح دلوقتي في التشيك اوت تمام، ركز معايا في التشيك اوت تمام. لما كنا هناك لو فتحت اتش تي ام ال، عملت على ان على الفورم حاجه اسمها ان جي سبميت دن، اللي هو اول ما اعمل سبميت واعمل لوجن ينفذ لي الايه؟ الفانكشن ديت تمام. فانا هروح هنا برده في اللوجن، هقول له هنا في الفورم هقول له ان جي سبميت، هقول له ايه؟ لوجن تمام اهو.
دي فانكشن هقول له كريتها لي يا باشا، كريتها لي تمام، كريتها لي كل حاجه. هقول له ايه هنا مثلا؟ اليرت يس. هنشوف هل فعلا لما نضغط لوجن هيجيب لي يس لوجن، ما جابليش يس. لا عشان دي ايه؟ دي ساين ان اهي ماشي، لوجن ما جابليش يس، اذا في حاجه مش تمام. دي لوجن اهي، رحت هناك الفورم اهي ان جي سبميت لوجن تمام حلو. هنقفل دي اهي، نقفل ديت طبعا، ديت الانبوت، دي الباسورد، دي الايه؟ اللوجن، سبميت تمام، دي سبميت اهي لوجن. طب خلي ديت ايه؟ بوتون اهو تمام، خليتها بوتون ماشي بوتون. اذا هناخد ايه؟ خلينا نقفلها كده تمام برضو. خلاص خلي البوتون المنظر ده وحله هنا ايه؟ دن تمام. هروح هناك هعمل برضو مش راضي يجيب لي يس. اذا عندنا مشكله في ايه؟ دي اللوجن، دي الفورم اهي جواها السبميت بتاعي. خلينا نرجع تاني بقى زي ما كنا تمام، دي انبوت تمام مفيش مشكله. طب لو رحنا في التشيك اوت هناك تمام، هنلاقي ان الفورما تمام. نيجي نشوف اللوجن، فين اللوجن؟ ديت الفورما بتاعت التشيك اوت اهي، التشيك اوت تحتها اهي سبميت تمام، بوتون طيب سبميت تشيك اوت تمام. لو قلنا له بوتون زي ما كنا عاملين طيب سبميت، هاخد ديت شيل فاليو، هقول له اهو، هقول له ايه؟ لوجن تمام. اول ما يعمل كده هينفذ ايه؟ هينفذ اللوجن اللي هي فيها ايه؟ اليرت يس. حلو هروح هناك اهو هعمل لوجن برضو. في مشكله، في مشكله عندنا، نعمل انسبكت كده تمام تمام. ليه بقى؟ هقول لك ليه. بكل بساطه لانك انت هنا بعد ما بنيت الماي فورم لوجن، انت بنيت بس ايه؟ بنيت الفورمه فان في فانكشن عاديه، المفروض زي ما احنا متفقين ان احنا نعمل ايه؟ نناديها في ان جي اون انت، عشان اول ما ينادي الكومبوننت الان جي اون انت زي ما اتفقنا انها بتشتغل اول ما بتعمل كول للكومبوننت بتاعتي، فايه؟ يبدا يبني ايه؟ يبدا يبني الفورمه بتاعتي. لان كده هي مش مبنيه، انت كده بنيها فانكشن تمام مفيش مشكله، لكن انت كده زي قلتها كانها فانكشن بتعمل بروسيسنج، فانكشن جواها جواها مجموعه من البروسيس بس انت ما نديتهاش. فنحول له زيس دوت ايه دوت ماي فورم لوجن. نيجي نروح شوف تاني اهو، نعمل لوجن بقى اهو. بص قال لي ايه؟ قال لي يس. اذا بعد ما بنينا الفورمه بتاعتنا ما تنساش، ما تنساش تستدعيها في الان جي اون انت، عشان ايه؟ يستدعيها اول ما اعمل كول للكومبوننت بتاعتي ويبدا يبني ايه؟ الفورمه بتاعتي. كده تمام مفيش اي مشكله. جميل جدا. طب بالمره بالمره في الطريق لو جينا تمام نعمل تيست كده بسيط على الايميل والباسورد اللي هو ازاي؟ لو رحنا برده حاجات قديمه كلها هنا عشان اجيب انبوت كنت بعمل ايه؟ زيست دوت شيك اوت بيرنت جروب دوت كنترول وادي له الداتا دوت فاليو دوت الاسم الحاجه. فانا هاخد دي اهي اختصارا للوقت تمام، وهقفل ده تمام، واقفل ده. هروح هنا في الدن في اللوجن بدل يس هقول له ايه؟ خليه نعمل نرجع تاني جوه الاليرت نعمل ايه؟ نعمل كنترول كنترول في نعمل بيست. قلت له زيس دوت شيك اوت بيرنت جروب اللي هو البيرنت جروب بتاعي، الكنترولز هات لي منه ايه؟ الجروب اللي اسمه يوزر اهو تمام، دوت فاليو هات لي منه ايه؟ الايميل تمام. هكرر ده اهو هو هو، بس مش الايميل بقى، هقول له الباسورد. حلو حلو، نيجي نجرب كده برضو عشان كل حاجه تكون تمام. هقول له هنا اسلام
وليكن يعني، وهنا ايه 03 وحايد. تمام، حامل لوجن، قال لي اسلام اهو، وقال لي ايه 03 وحايد، اذا كله تمام مفيش مشكله، 10 على 10. جميل، نروح نفتح الجيت هاب الجميل بتاعنا ريستورانت. تمام، نعمل نيو ايشيو، هقول له ايه هاجي هنا هقول له لوجن فورم جروب اهو، لوجن بيلد فورم ايه جروب اهو، اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشيو، هاخدها كنترول سي، هروح هناك كليك يمين جيت اد في سي اس كوميت كنترول في كلوزز. تمام، كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، بوش، هستنى قبل ما يعمل بوشنج. خلص البوشنج، هروح هناك هلاقي عمل لي كلوزد والكوميت بتاعتي وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.